بتخبي وشك ليه؟ انت مش راجل اصلا، اقلع كمان ووريني فجرك وقلة ادبك يا متحرش. والله لحبسك وخليك عبرة لكل واحد يفكر يعمل زيك. البلوجر ميرنا عوني تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصويرها لمتحرش قام بالتحرش بيها وهي رايحة تتسحر في خيمة رمضانية، والمتابعين تستهلي انت ايه اللي منزلك في نص الليالي كده، ما تتسحري في بيتك، وبعدين لبسك اللي زي الزفت هو السبب. تعالوا نعرف مع بعض ايه الحكاية. البلوجر ميرنا عوني بتثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت ميرنا في الفيديو انها تعرضت للتحرش وهي رايحة تتسحر في احدى الخيم الرمضانية. وعلقت البلوجر ميرنا عوني وقالت حسبي الله ونعم الوكيل، ركزوا يا جماعة في الفيديو هتلاقوا صاحب المتحرش بيقوله وريها بقى، وده بعد ما قالت له انه مش راجل عشان اتحرش بيها لفظيا. مش بس كده، طلبت من المتابعين يشيروا الفيديو ويفضحوه عشان يكون عبرة لكل الناس ولأي حد يتحرش ببنت. وقالت كمان المتحرش بيجيب طوب من الأرض عشان يحدفوا عليها، وقال كمان تخيلوا لو وقفت شوية كان عمل فيها ايه. مش بس كده، وجهت رسالة للمتحرش اللي زيك لازم يتفضح عشان يكون عبرة لكل ولد يفكر يتحرش ببنت. الحكاية ما خلصتش لحد كده، البلوجر ميرنا قالت كمان انها ما قدرتش تنزل الفيديو كامل عشان الكلام الخارج اللي قالوا ليها المتحرش، ووصفته انه قليل الادب وانها اكتفت بس بنشر الفيديو اللي بيوضح صورته. وواجهت ميرنا عوني تعليقات غاضبة من المتابعين بعد نشرها للفيديو، قالوا ليها ان الفيديو ما ظهرش فيه اي موقف يدين الولد، وان المفروض كانت تروح لقسم الشرطة تعمل بلاغ بدل من نشر الفيديو على السوشيال ميديا، وانها ملهاش الحق انها تصوره. مش بس كده، لام الكتير من متابعين ميرنا لانهم شايفين انها مش من حقها تصور الولد، وشافوا ان لبسها هو اللي خلى الولد يعمل كده. مش بس كده، هجموها عشان نازله تتسحر في نصاص الليالي بره، وفي الناحيه التانية شجعها بعض المتابعين واشادوا بموقفها الشجاع ونشروا الفيديو عشان يكون عبره لكل متحرش. ونشرت البلوجر ستوري على صفحتها الشخصيه على انستجرام بتشكر فيه كل اللي دعمها، وقالت إنه تم إلقاء القبض على الشاب وسيلقى مصيره.